يا ما تحت الساهي دواهي. البت اتمسكنت لحد ما اتمكنت، ايوه. وراح فيها يعني الراجل الغلبان اللي اسمه سعد الله، عارف كان عنده ذوق، ما كنتش راضي اكلمه غير لما يبقى واقف قدامي كده زنهار ويسمعني. الله يمسيك بالخير يا حاج سعد الله. ما خلاص بقى، بس كفايه. اعتبر دي غيره. في ايه يا سمير؟ انت بتتحولي ولا ايه؟ سيبي ايه؟ استنى الكلمه هتطلع. سيب كلمه ايه اللي تطلع؟ قسما بالله لو طلعت الكلمه دي لا اطلعك بره اللوكان ده خالص. لا بره، لا خليني هنا احسن. انا شغلك. يلا انت هتتنحي. بت حلوه بس هبله. ايه يا حبيبتي؟ ما دقتوش النعمه قبل كده؟ تدوق ايه؟ دي من الواضح ان هي ما شافتش الاكل ده في حياتها. ايه يا معاك، هتشوفه فين يعني؟ ده اكل وستيك بتاع فنادق خمس نجوم طبعا. اه طبعا، وفنادق خمس نجوم ما اعرفهاش غير حضراتكم. بمناسبه ان سيادتك خريج الفرنسيس في الليسييه والتاني خريج الجامعه الفريكنتينيه. اسمه الليسيه الفرنسي والجامعه الامريكيه يا شيخ. اللهم صل على النبي، اخيرا اتحلت عقده لسانك ونطقت بعد الزلط اللي انت زلطتيه. يلا كفايه عليك كده، شيل الوجر من قدامها. لا لسه. نسيت ايه؟ نسيت ايه؟ ده بقى اليتامى، حرام عليكي. عارفه جوز الارانب اللي وراك دول؟ يتامى ابا عن ام، وانا اللي بجري عليهم. الحمد لله. عارف يا عم حسنين، من غير حلفان اول مره احس بحنان الاب بعد ما ابويا ما مات وسف رقبتي تكون معيالي. احساسي بالمسؤوليه خلاني افقد حنان الاب اللي انا حسيته دلوقتي معاك. مين جاتش دلوقتي نبيمه منك ليه؟ قعدي قعدي كملي وقتك. الحمد لله انا فعلا شبعت. اول مره احس نفسي ان انا مطمنه، اول مره ما احسش بالخوف، اول مره احس بالامان ومش خايفه من بكره. بالراحه علينا، ايه الدخله الجامده دي؟ بالراحه. ايه يا عم حسن؟ ايه ايه بس ايه النكد اللي انت داخله علينا بيه دوت؟ انا خلاص الدمعه هتنزل من عيني. انت ما حدش قال لك يعني ان احنا في ستكم كوميدي يعني تبحبح كده وتضحكي؟ ده احنا شعرنا في ستكم دوت. اللهم سخسخنا من الضحك. امين. اللهم فرحتنا من السعاده. امين. قادر على فرحتنا يا كريم. اكلها منين غير مستشفى ناقص عيانين؟ لا يا حبيبتي، تقصدي المشرحه ناقصه قتله. ايه مشرحه وقتله؟ ايه المستوى من الهزار ده؟ قلت لك 100 مره يا محسن ما تشدناش للو، ما تاخدناش والبير ينزل بينا. وقلت لك 100 مره ما تقوليش كلمه حبيبتي دي. سوري، ما هي دي الحقيقه يا روحي. تاني روحي؟ طلعت روحك من لغليغك، طلعت روحك من زورك من جوه. ولا يهمك يا حبيبتي، انا مقدر الظروف اللي انت فيها، بس هعمل ايه؟ انا عارف حظي كده. حظك انت ولا حظي انا اني اعرف واحد زيك؟ انت ممكن تبيعني عند اول ناصيه هنا على الشارع. ناصيه على الشارع؟ يس. شفتي بقى مين اللي مستواه بقى لوكال وانحدر في الفاظه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا عصمت؟ كلامك بقى بلدي قوي. كلام انا اللي بقى بلدي؟ انت ناسي انك هربت اول ما البوليس جه؟ ناسي انك تخليت عني؟ تخليش اغير الموضوع لو سمحت. البلوه اللي عندي دي هعمل فيها ايه؟ انا عارفه اقبض الناس اللي معايا لما هقبضها هي. يسعدني انك لجأت لاهل الخبره وانا اهل الخبره. انا هقول لك تعملي فيها ايه. سيبي لي الموضوع ده ومالكيش دعوه بيه خالص. البنت دي انا هشغلها لك. لا ده انا هشغلك اللوكان ده كلها في ظرف شهر واحد يا عصمت. هخلي لك الاوتيل ده ارش كومبلي. ثقي فيا. تاني ثقي فيا يا محسن. جربي المره دي ومش هتندمي. وانا بجني من وراك ايه غير الندم يا محسن؟ تحيا عليهم يا عزاء كريم. زحمة يا دنيا زحمة. زحمة وتاه والحبايب. ايه؟ درسك وجعك في حاجة؟ هترجع في وشي ولا ايه؟ يا ابني فين فين؟ فين ايه؟ فين ايه ايه؟ فين؟ فين اخلص؟ فين ايه يا حبيبي مالك؟ ايه يا ميمو في ايه؟ وانا بيني وبينك أي شغل تاني؟ فين الزبون؟ تعمل لك مفاجأة. حط ايدك في جيبك. ازاي يعني؟ طلع الزبون. اهو ايه ده؟ احنا نهزر ولا ايه يا ميمو؟ فين الزبون؟ يعني اكون حاطه في جيبه محي في ايه؟ الله، ما قدامك اهو في التوك توك. في التوك توك؟ طب ما تقول كده انه في التوك توك. في التوك توك. ايه ده؟ ف...
فين الزبون يا ميمو؟ ايه يا ابني مال؟ اشطف وشك بشويه ميه يا حبيبي اتمضمض كده، درسك اللي وجعك ده اتصرف، ما قدامك اهو يا عم في ايه مالك؟ يا ابني انت هتشككني في عينيا، اوعى تكون جايب زبون زي دودي بيه كلب. كلب ايه يا ابن الحلال انت؟ اتقل بس عليا كده. بص دي حديقة غنائية. غبي، غبي وما بتفهمش أي حاجة، دي اسمها حديقة غناء يا أبا جهل. أبا جهل؟ بقول لك إيه؟ شغل الكفار ده مش على ميمو ماشي؟ ما تترسمش عليا. طب ايه مش هتقول لي الزبون اداك كام؟ لا دلوقتي اتغيرت اداك كام؟ ها نسيت بقى الكفار والجو ده. 100 جلده. 100 جلده وفرحان وانت واقف زي ما دام. طلبت انت فين؟ ينفع كده؟ ينفع اللي انتوا بتعملوه ده؟ اقسم بالله لو فرشين تحت الكوبري ما هنعمل في بعض كده. احلى جوافايه لاحلى تفاحه. ميرسي. احلى موزاية لاجمل موزة في المكان. يلا يلا ميرسي. يلا منك ليه؟ يلا جرب شيل. احلى كوباية شاي لاحلى نعناعاي. اتفضل. بسم الله ما شاء الله. من امتى يا عم حسنين وانت بتستقبل زباين اللوكاندا في المطبخ؟ يوجاتي كده يا بسة زباين يا صحيح زي لقطة القشطة زي طبق الرز ولبن اللي منه فيه، لكن دي المخطوفة اللي هي تايهة وفقد ال يا بنتي دي هند. هند بتاعتنا. هند بتاعتنا؟ خلاص بقت بتاعتنا. ايوه هند بتاعتك. هند بتاعته. هند بتاعتنا كلنا فعلا بقت بتاعتنا كلنا. صباح الفل. بسم الله هاري. ايه على شفاتيرك كده على طول اللي عامله زي فريد البولغ دي؟ مش لا حلو. ما انا ما كانش في خير، ما كانش ربط الكوبايه في الكولدير. ايه يا عم شريف في التعول ولا ايه؟ البهايم اللي انت بتكلمهم ورا، الراجل ده ماله في ايه؟ ايه يا جماعه مالكم؟ انا ما صدقت ان انا لقيت ناس زيكم طيبين وحنينين. بجد انا حاسه نفسي ان انا في وسط عيلتي. حلوه قوي السهوكه دي يا فهده. سميره قصدي يا فهد ذكر. صحيح انا امبارح نسيت اشكرك من كتر التعب والجوع اللي انا كنت فيه. بصي انا كان عندي اختين اصغر مني، دلوقتي بقوا ثلاثه. بجد يا سميره انا حاسه ان انت بقيتي زي اختي الكبيره بالظبط. نعم انا شكلي النهارده هرتكب جنايه يا شريف حسنين. انا يمكن اكبر منك شويه بس حنيتك عليا بجد حسستني ان انت اختي الكبيره. ليش كده يا حبيبتي؟ انا ما عنديش اخوات اصغر مني بس من النهارده بقى عندي. من اخويا جامد قوي. ممكن بالونس تاني عشان جعان؟ اوي 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 اوي. ايه ده الريحه دي؟ الورد ده كله مش مقصر؟ الريحه المقرفه اللي طالعه دي؟ ما هي دي الحاجات بتاعت الجدع اللي اسمه سعد الله منه لله. ده انت ما شفتش الاوضه فوق؟ الاوضه كانت منشره كلها. منشره ايه؟ منشرة هدوم داخلية يعني، بس حاجة تقرف. يا وي من ريحته هموت أنا. يا ليانا يا حبيبي. وحي انت لسه ما بلغتوش عنه؟ عصمة هاني متمسكة بيه، قال إيه بيسليها مكان البغبغان اللي اتسرق منها في 2009. لازم تشوفوا حل. ريحة سعد الله جابت لي تسمم في النخاع. أنا شايف إن إحنا لازم نرمي الهدوم دي. لا نرميها إيه؟ إحنا لازم نولع فيها قبل ما نرميها، لأن ممكن تعمل تلوث سمعي وبصري وتقلب ريحة الفيوم كلها. خطر جدا يا محي تحرقها، لأنها هتعمل سحابة في السماء ألعن من السحابة السوداء اللي بتطلع من قش الرز. أنا بقول نحرق المصدر نفسه سعد الله، وبعد كده ناخد الرماد بتاعه ونحطه في علبة ونرميه في البحيرة اللي تماسيح. ده هتبقى جريمة قتل يا عادل. وبعدين هو في تماسيح في البحيرة؟ ها؟ أنا بلعب معاها. من فضلك يا محي فكر في فكرة عقلة تنقذنا من اللي احنا فيه ده. المهم نخلص لان كده الزباين كلهم هيتفشوا. عندك حق. بقول لك ايه، ما تقعدش تقول لي وايه واوق منك للدكتور على طول، ما تتكلمش معايا خالص يا عادل. ايه الورد ده كله يا عادل؟ ها؟ مش قلت لك اللي يزرع خير يلاه؟ فعلا. اللي يزرع خير يلاه. ما تكونش الورد ده جاي للبت اللي اسمها هند. يشتري الورد. بس عرفت معزه ولا ايه؟ انا شاري منك الورد. الورده بصبع كفته. للدرجه دي بتعزني يا شيف؟ لا 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 للدرجه دي بعز الورد.
الله 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 الله. برضه مش فاهم. ده امال عيب فيك بقى يا في درسك اللي عمال تلعب فيه ده، ما تتعالج يا عم الحاج. ما هو خفه ظلك دي هي اللي هتوديك في 60 دهن. يا تقول لي ايه حكايه الورد ده والكارت اللي معاه، يا اما بقى اخش العصمه هانم، وما ادراك ما عصمه هانم لم ولن تتهاون في حقها. يا محي في ايه؟ هتخوفني قبل النظره وانا تلميذ؟ شش، توطي صوتك بدل ما تسمعك وتطلع تهينك. عامل ايه طيب؟ الله يا عم انا ماليش دعوه، والله انا ما اعرفش الزبون ده بقى راجل ولا ست. وصل محل اللي على اول الطريق انه كل يوم يبعت بوكيه ورد هنا، والراجل بتاع المحل وصاني قال لي يا ميمو كل يوم وانت جاي تعال خد بوكيه الورد وخد 100 جلده. اقول له لا بلاش يا زبون، ميمو الغلبان الشقيان ما ياخدش 100 جلده كل يوم. لا ازاي، ده ميمو مش ياخد 100 جلده، ده ياخد 100 جزمه على دماغه. ما هو احنا كده نكره الخير لبعضينا، وبجد مش من السهل تلاقي اللي يستاهل. ايوه اعمل لي شويتين بتوع الجو اللوكال بتوع التكاتك والمسميات والمعقولات المشهوره. انا اللي غلطان، انا قعدت معاك اصلا على المصطبه دي، وصدق اللي قال العقل السليم في البعد عن الحريم. يقصد ايه بالعقل السليم؟ الله 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 الله. ايه ده؟ اللوكندا النهارده مليانه كلها ورد. لقيتكوش النهارده الفالنتين وانا مش واخده بالي؟ بنت حلال اللي هتشجع الريحه، فعلا هو عيد الفلنترايل دوت. بصي الورده ده ليكي، شاريلك الورده بتلات صوابع كفته. الله الورد ده عشاني. انا رجعت في البيعه. خد يا بسه. ياه وردي ومفتاحه دول ملك ايديك. تفتكر يا عم حسنين ميمو بيجيب الورد ده كله لمين؟ تفتكر يكون قصيدنا انا؟ بس دي كارثة لو افتكر ان انا ممكن ابص له. من ناحية كارثة فهي كارثة وستين كارثة. ده عيل مجنون. لكن هو يجيب الورد ده كله؟ ما صدقش. ده حتى لو هيجيبه لامه برضه ما صدقش. ده عيل معفن. عارفة لو لقى وردة في الجنة يخاف يشمها. امال يعني مين اللي هيكون جايب لي الورد ده كله؟ ما انا برضه هتجنن. انت بتتكلمي بقى على اساس ان هو جايب لك انت الورد، مش المهم الورد اللي جه، المهم مين اللي جاب الورد. يلا يلا بس من هنا بقى شوفوا مصلحتك وخد الباب في ايديك وامشي. يلا جري يا عم حسنين، انت دايما كاسفني كده. ده حتى النهارده يوم كله ربيع ومفترض كده يعني. يلا يلا بس يلا بس بتاعت الله. الورد الجميل، ما الذي حل بفندقنا؟ أهو الفالنتاين عاد من جديد؟ يمكن حد بيحبني وعاوز يبعت لي مسج. يا ترى مين اللي بيحبني؟ يا ترى مين؟ من تكون حبيبتي؟ حبيبتي أنا. أنا قلبي حاسس الورد ده كله جاي لمين؟ هو بس يقول لي عشانك يا سمير وأنا مسامحك. يا جماعة أنتوا تعبين نفسكوا ليه؟ ما يطلع زي ما يطلع. على فكرة أنا عرفت مين اللي جايب الورد. أحب أطمنها إن الرسالة وصلت. وحشي! مش معقولة؟ الورد ما بقاش جميل خالص. الورد بقى جايب لي حساسية. ورد تاني؟ لا ده الحلوة من باريس وجالها أحلى عريس. ورد تاني؟ اكتب يا ابني المنيو بتاع النهارده. حاضر. ملوخية بالورد الأخضر. بامية بالورد الأحمر. سلام. ستيك مشوي مع فول سوتي. برضو؟ اكتب بقى كمان الحل. قول يا حل. مربة ورد مع أم علي بمية الورد. هو المنيو ده هيترش؟ لا هنزوق بيه العربيات. روح يا ابني هات الحاجة. إلهي تتشكوا في قلبكم انتوا الاتنين، حر ونار في جتتك انت بالذات.
منكم لله كنت قربت احب بجد. يا دي حظنا المهبب. كل عيش كل عيش يا سميرة، كل عيش يا أمّا كل عيش.